اهلا بكم من جديد قال ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ان حمله التطهير التي قامت بها المملكه ضروريه والهدف منها ليس المال وانما معاقبه الفاسدين على حد وصفها. واضاف ولي العهد السعودي في حوار مع محطه سي بي اس التلفزيونيه الامريكيه ان السلطات ستنشر في اسرع وقت ممكن معلومات عن المعتقلين ليدرك العالم ما تقوم به المملكه لمحاربه التطرف. واتعهد بن سلمان باجتثاث عناصر الاخوان المسلمين من مدارس المملكه في في وقت قصير كما تعهد بان تطور السعوديه قنبله نوويه اذا فعلت ايران ذلك